مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع من كيبورد، ونبدأها بأبرز العناوين. هاشتاغ ذكرى رحيل الفنان أبو بكر سالم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. أمهات المختطفين بمأرب تشارك في ندوة حقوقية تناهض العنف ضد المرأة. الصحفي نبيل الأسيدي يفوز بجائزة شخصية العام للنزاهة ومكافحة الفساد. إنستغرام يضيف الرسائل الصوتية. وضيف فقرة الاستضافة الموهبة الفنية أسامة اليريمي. مرحبا بكم. لم تمر ذكرى وفاة فنان اليمن الكبير أبو بكر سالم مرور الكرام، فقد أحيا محبوه ذكراه في صفحاتهم وبمشاركة أغاني. نشوف تفاعل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع تحت هاشتاغ ذكرى رحيل الفنان أبو بكر سالم. الفنان سالم فدعق أحيا الذكرى أيضا ولكن بطريقته الخاصة. نسمع أغنية من أغاني الفنان أبو بكر سالم بصوت سالم فدعق. ولا عتب ما بيننا والبين، عشقك مع عشقي، صافي ويعلم حالة الاثنين، المطلع عربي. حبك محبة لا سنة قدها ولا سنتين، من قبل ما يخلق أبونا دم من الطين، من قبل ما يخلق أبونا دم من الطين. خرج الآلاف من سكان مدينة إب وسط اليمن المطالبة بالقصاص من قاتل الطفلة آلاء الحميري بعد اغتصابها في جريمة أثارت موجة من الغضب العارم بين الأهالي. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن الطفلة آلاء الحميري التي تبلغ من العمر 9 أعوام اختفت ولم تعد لمنزل ذويها بمدينة جبلة جنوب غرب إب الأسبوع الماضي، قبل العثور على جثتها بعد 4 أيام بالقرب من منزل القاتل. ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الحادثة ومطالب أهل مدينة إب. نشوف هذا التفاعل. Thank you.
صورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لجريح يمني بعد تركيب طرف سلاحي له. كتب عنها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف بعض منشوراتهم. المنشور الأول لخالد الرماح. خالد يقول: صورة لأحد الجرحى اليمنيين وهو يركض في أحد شوارع الهند فرحا بعد تركيب طرف صناعي له. نشاهد الصورة. منشور آخر لمحمد البعداني يقول فيه: صورة لأحد اليمنيين بعد تركيب له رجل صناعية، شوفوا على فرحة فيه. الله الله، لو تنتهي الحرب في بلادي، آه يا رب. بالله عليكم ركزوا في ابتسامته، أمانة ملانها سعادة، كأنه عاد للحياة من جديد. يا رب من على بلادي بالأمان والاستقرار يا رب. منشور آخر لسياف أحمد ولصورة مشابهة لجريحين أيضا، قال فيها: من كان يؤمن أو يعتقد أنكما ستتعثران فهو خاسر لكل ما اعتقد وآمن به. عندما يؤمن الإنسان بالحق والنضال من أجل قضية تتعلق بمصير وطن لا يأبه لأولئك الذين انتظروا لحظات السقوط. أحمد الهجام وفراس البكاري من جرحى الجيش الوطني فقدا أقدامهما في مدينة تعز خلال المواجهات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية. أحمد وفراس يجوبان شوارع مدينة بنغلور الهندية وقد ارتسمت على وجهيهما ابتسامة عريضة بعد تركيب أقدام صناعية لهما. إنها لحظات سعادة لا يمكن وصفها. شكرا لكل من عمل على إسعادكما بعد خذلان الحكومة الشرعية ولصوصها. نشاهد الصورة. أما رابطة أمهات المختطفين فقد شاركت في ندوة لا للعنف ضد المرأة بمحافظة مأرب، والتي أقيمت بمشاركة كل من مؤسسة رفا للدعم النفسي ومؤسسة فتيات مأرب واتحاد نساء اليمن والمنتدى العام للمهمشين وجمعية بنات الخير. نشوف صور من هذه الندوة. من مأرب إلى عدن، حيث دشنت وزارة الثقافة والسلطة المحلية الحفل الافتتاحي للمهرجان الوطني للمسرح بدعم من الهيئة العربية للمسرح خلال الفترة من 10 وحتى 20 من ديسمبر الجاري. وفي الافتتاح أشاد وكيل أول محافظة عدن محمد الشاذلي بالجهود التي بذلت من أجل عودة المسرح، معبرا عن سعادته بتنفيذ مثل هذه الفعاليات في العاصمة المؤقتة عدن التي عرفت بالحضارة والثقافة والفن وكذا تطبيع الحياة فيها. نشوف صور من هذه الفعالية. وفي نفس الإطار أقيمت على خشبة مسرح حافون في عدن مسرحية إنسا، والتي تناولت عدد من المشاهد التي تتحدث عن صعوبات الحياة والأزمات التي قد تصل بالشخص إلى نسيانها والتعايش معها وما هي النهاية المأساوية له. نشوف صور من هذه المسرحية. شاركت مؤسسة كل البنات للتنمية بصنعاء في افتتاح البازار الخيري الخاص بتسويق منتجات المرأة لتمكينها اقتصاديا تحت شعار تمكين المرأة أمن وسلامة للأسرة ضمن الاحتفال بحملات 16 يوما. نشوف صور من الفعالية أيضا.
وضمن برنامج بناء القدرات الشبابية، أقام مجلس الشباب العالمي فرع اليمن بالشراكة مع منظمة صناع النهضة في محافظة عدن دورة تدريبية بعنوان تأهيل الشباب لسوق العمل لعدد 25 متدرب ومتدربة من الشباب الراغبين بتنمية مهاراتهم وقدراتهم للدخول في سوق العمل. أقيمت الدورة في منظمة صناع النهضة في محافظة عدن، نشوف صور من هذه الدورة أيضا. فاز الزميل الصحفي نبيل الأسيدي بجائزة شخصية العام للنزاهة ومكافحة الفساد بعد تنافس مع عدد من الزملاء، وحصد الأسيدي أعلى نسبة تصويت تجاوزت 88% في فئة الإعلاميين، وقال إن هذا الفوز جاء بفضل الأصوات التي نالها وجعلته يحل في المركز الأول وفق النتائج المعلنة قبل قليل، فيما نالت المحامية هدى الصراري نسبة 44.7% في فئة الحقوقيين، والأستاذة ألطف الأكوى حصدت نسبة 37% في فئة النقابيين. صدر حديثا عن دار الحامد للنشر والتوزيع في الأردن كتاب الشائعات وشبكات التواصل الاجتماعي، المخاطر وسبل المواجهة، للأستاذ الدكتور وديع العزعزي أستاذ الإعلام بجامعتي صنعاء وأم القرى. يقول الأستاذ الدكتور وديع العزعزي، بالنظر إلى المساحة الكبيرة التي أصبحت تحتلها شبكات التواصل الاجتماعي في حياة الناس كمصدر مهم للحصول على الأخبار والمعلومات حول شتى الموضوعات، فقد تتحول هذه المواقع إلى مرتع خصب لاختلاق الشائعات ونشر الأقاويل والتضليل والتلاعب بعقول الناس وعواطفهم، وهو ما يستدعي بحث هذه الظاهرة، ومن هنا تنبع أهمية هذا الكتاب. وعن آخر ديوان للشاعرة نوال القليسي، كتب الأستاذ الغربي عمران منشور في صفحته في فيسبوك، قال فيه: تألق نوال القليسي وديوانها البكر على قارعة الوقت. حفل نادي القصة بصنعاء ضم حشد من الأدباء والأديبات تخللته نغمات الأوتار وقصائد الشعر وكلمات الثناء من نقاد متميزين. الشكر لمن حضر ومن شارك ومن أدار هذه الاحتفائية المتميزة، الأستاذة نجاة بحكيم والأستاذ ياسين الحيدري. ألف مبروك يا نوال، وننتظر جديدك. وإلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من إنستغرام الذي أعلن رسميا عن إضافة ميزة الرسائل الصوتية Voice Messages للرسائل الخاصة Direct، وتسمح الميزة للمستخدمين بإرسال مقاطع صوتية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة في الرسائل الموجهة لشخص واحد أو مجموعة أشخاص. أما الخبر الثاني من فيسبوك، والذي أعلن أيضا عن طرح ميزة القصص ستوريز للمجموعات بعد ظهورها لأول مرة في العام الماضي، وتسمح الميزة لأعضاء المجموعة بمشاركة القصص، كما أطلق ميزة لردود الفعل عليها بحيث يمكن للمستخدمين الرد على مساهمات الأشخاص الآخرين من خلال مجموعة متنوعة من الرموز التعبيرية أثناء المشاهدة. وبما أن القصص يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، يمكن لمشرفي المجموعة اختيار الموافقة على محتوى القصة قبل نشرها. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع، ونبدأها بمقطع للطلاب اليمنيين بالرياض في ملتقى الثقافات والحضارات الذي نظمته الجامعة العربية. والتي ملكت عدن وعهد سيف النيازي.
مقطع آخر نسمع فيه غناء للفنان ماهر العواضي. صابك عشق النمر ميت بأسهم، فما هذه إلا سجية مغرم. ألا فاسقيني كاسة وغنني بذكر سليمى والكمال ونغمي. ونختتم هذه الفقرة بأغنية للفنان محمد الكميم. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الموهبة الفنية أسامة اليريمي. أهلا وسهلا فيك أسامة معنا اليوم. يا حيا الأستاذة فنان، مرحبا، نورتنا، نوركم إن شاء الله. أسامة طبعا في نظام الأسئلة بيكون أسئلة خفيفة وظريفة، بعدين ندخل في الأسئلة اللي نتعرف فيها عليك أكثر. مستعد؟ مستعد إن شاء الله. حاضرين إن شاء الله. أول سؤال نسأله كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. إنسان مرح. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ انستغرام، سناب شات. أجمل مكان زرته في حياتك؟ حد الآن تركيا. مكان تتمنى زيارته؟ مكان أتمنى زيارته، والله في مكان أتمنى أعيش فيه، مكة المكرمة. جميل. شخصية تتمنى مقابلتها؟ رئيس التركي رجب طيب أردوغان. شخص داعم لك؟ شخص دعمني أختي الكبيرة وأبي، يخليهم لك. مجال دراستك؟ آمين يا رب. حالياً إخراج سينما إن شاء الله. جميل جداً. في إسطنبول. جميل جداً. لحظة سعادة عشتها؟ لحظة سعادة عشتها حفل تخرجي من الثانوية. جميل. كم كان معدلك؟ معدلي 87. جميل. عائق استطعت تجاوزه؟ عايق والله التحبيط من الجماهير، من أصحابي، من الأخواني، هذا بس. طيب بنرجع نتكلم عليه بشكل أوسع بعدين. باختصار الآن، من هو أسامة اليريمي؟ نعم، باختصار من هو أسامة اليريمي؟ أسامة اليريمي إنسان بسيط،
أبحث عن شيء يقدمه لجمهوره، يسعد به جمهوره، لا غير. طيب، وبدايتك مع الغناء كيف كانت؟ والله بدايتي كبداية أي فنان، أي مبدع، بداية من المدرسة. ثم التحقنا بمركز رعاية الموهوبين كان في صنعاء. نعم. ومن ثم دخلت الكويت في المدارس، أيضا شاركت في الصف السابع والثامن والتاسع، حصلت على مراكز أولى على مستوى الكويت. نعم. تبع وزارة التربية والتعليم. طب أول أغنية لك؟ أول أغنية لي ما هي مسجلة، بس كانت كتبنا بالدم الغالي. ما هيش مسجلة؟ لا، مش مسجلة، يعني ما سجلتها، بس أول يعني أغنية. يعني ننتظر صدورها قريبا؟ نتوقع صدورها قريبا؟ إن شاء الله. هي قديمة ولكن لها ذكريات كثيرة. جميل. ومشاركاتك الخارجية باستثناء الكويت؟ مشاركتي الخارجية عندي، يعني خلال السنة اللي طافت دراستي في تركيا شاركت في العديد من الفعاليات والمسابقات في اسطنبول وغير خارج اسطنبول. جميل. من فعاليات العيادة الوطنية والأفراح اليمنية، كثير من المناسبات. وجائزة حصلت عليها؟ حصلت على المركز الثاني في آخر مسابقة كانت اسطنبول تبع اتحاد اسطنبول، حصلت على المركز الثاني في مسابقة المواهب. رائع. طيب، اللون الغنائي اللي تحبه؟ لا، أكثر شيء أفضل الصنعاني وأجيده يعني. جميل برضه. نروح نسمع أغنية بصوتك ونرجع لك. إن شاء الله. ولا ياخذني من يدك، ولا ياخذ غلاك وعمرك الغالي، وتبقى لي وش ايامي بدونك، وش بعد عمري بلا ودك، ترى كلا بشر عندي ولا غيرك ابد غالي. رائع أسامة، لكن بما أنك قلت أن اللون اللي تحبه هو اللون الصنعاني، فإيش علاقتك باللون الخليجي؟ كيف توصفه؟ والله اللون الخليجي وقت فراغي أدخل وأخرج، أيضا مساعدة اللي جنبي أوجه له تحية، أخي وحبيبي محمد العطاس من حضرموت، هو رفيقي في اسطنبول وفي المناسبات والفعاليات، فهو الأرج حقه. أوجه له تحية من منبركم، وهو اللي أكثر واحد يساعدني ويشجعني، وهو اللي دخلني في هذا الباب يعني. والتحية مننا أيضا. طيب، انت تكلمت عن شخصية تتمنى مقابلتها وهي أردوغان، طيب فنان تتمنى مقابلته؟ نعم، فنان الأستاذ عبد القادر قوزع، يعني حبيبي، وأوجه له تحية برضه. فنان يمني، احنا كمان نوجه له التحية. انت تكلمت اول عن الصعوبات اللي تواجهها مثل التحبيط، كيف تتصرف معها، كيف تتعامل معها؟ والله اتعامل معها بالتطنيش والدعم، طنش ودعم وانت بتعيش يعني. ممتاز. وايش تعمل الى جانب الغناء؟ في الجانب الفني بالضبط؟ بالنسبة لي أنا أدرس الإعلام والطرف الإخراج السينمائي. نعم. حاصل على شهايد، حاصل على مراكز أيضا في التصوير الفوتوغرافي والمونتاج. كيف والحمد تفكر؟ لله. تفضل. نعم. تفضلي. كيف تفكر باستخدام موهبتك الفنية في هذا المجال الإعلامي؟ والله هي تساعدني كثير يعني، نوعا ما في الصوت، في الإلقاء، في الأداء، في أشياء كثيرة. طب الرسالة اللي تحب ترسلها من خلال الغناء؟ والله السلام والحب والود للجميع. وطموحك الشخصي؟ طموحي إن شاء الله أرجع أسوي شيء لبلدي، أخدم بلدي بالمجال اللي أنا فيه حاليا. جديدك؟ جديدي حاليا خلصت تسجيل شيلة أنا وأخي معاذ، شيلة بعنوان يا طفل للشاعر الكويتي أبو أيوب عيسى الرشيدي. جميل. وإن شاء الله بنسجل مرثية لذكرى وفاة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله. يا
جميل رحمه الله. طيب ايش تحب تسمعنا اليوم؟ والله اللي لنا الصنعاني. تفضل. يا قمري يا المدينة وسعد مساك بالحب والساكنة الساكنة وسعد مساك بالحب وسعد مساك بالحب بالحب والساكنة يا قمري صنعاء يا قمري صنعاء عادت العشاق تشتاق كيف لا وخلي بلادي حبها في العشق ذواق ما رضى إلا فؤادي ما رضاش إلا فؤادي يا لطيف يوه ما رضاش إلا فؤادي يا لطيف يا لطيف يا أسامة. أسامة كيف علاقتك بلون الحضرمي؟ والله الحضرمي مالي فيه صراحة. ما فيش عندك نية تسمعنا بلون الحضرمي؟ ما أحفظ، مشكلتي أنا ما أحفظ كثير. طيب اختار من ذوقك وسمعنا حاجة ثانية. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن إن عشت فيها لجلها عانيت وإن غبت عنها أنا لا حنيت إن عشت فيها لجلها عانيت وإن غبت عنها أنا لا حنيت والحاصل إن الحب شي ما له ثمن والحاصل إن الحب شي ما له ثمن يا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا من قال محبوبتك من قلت اليمن من قال محبوبتك من قلت اليمن. الله يا أسامة اختيار موفق، أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق أسامة. شكرا جزيلا، تسلموا. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.